يا من ضحك الشيطان عليه فقنطك من رحمة الله، توضأ وضوء واحد وصل صلاة واحدة، ولا تعيد وضوء ولا تعيد صلاة ولا تعيد قراءة الفاتحة ولا تعيد شيء يا موسوس، لأن الله سيقبلها مهما كانت، لأنها قدرتك واستطاعتك وهو أرحم الراحمين. لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك من يوم نفقد معين الرحمة وأنها أرحم الراحمين تضيق الحياة بمناكبها، ويوقفنا الشيطان على سواحل الأسى والألم والحزن والشك والقنوط